في البرنامج بتاعنا. عقوبة امبارح لجنة التظلمات خلصت اجتماعها متأخر وجهزت العقوبة وبعتتها لاتحاد الكورة. طبعا اتحاد الكورة على ما يجيب العلبة القطيفة ويحطها فيها ويحط السلوفان ويطلعها للميديا حلني حل. فأنا بقى ايه هضطر اقولها لكم دلوقتي. عقوبة اللي صدرت من لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشرباجي وكان معاه السادة المستشارين محمود علاء وعمر حفيظ والاثنين طبعا مساعدة السابقين للسيد وزير العدل. اجتمعوا امبارح لفترة درسوا الموضوع ذكروه جابوا اللوائح وقرروا التالي: تخفيض عقوبة محمود كهربا من 12 مباراة اللي كانت قررتها لجنة الانضباط الى 6 مباريات. اذا صدر القرار الخاص بايقاف محمود كهربا وقت الهداف اللي حصل في مباراة الاهلي والزمالك في يناير اللي فات. قصة اللي حصلت والانضباط قرر 12 مباراة ايقاف ومليون جنيه، ثم راح الاهلي اتظلم وبعدين راح المحكمة ورجعنا من المحكمة. امبارح صدر القرار النهائي البات في ساعة متأخرة من الليل. احنا في انتظار الاتحاد يعلن، بس انا بقول لكم القرار اهو: 6 مباريات ايقاف لمحمود كهربا، 6 مباريات ايقاف لمحمود كهربا مع تخفيض الغرامة وتقليصها من 1,000,000 جنيه لنصف 1,000,000 جنيه. اذا هذه الغرامة وهذا الايقاف بالنسبة لكهربا يسري فقط على مباريات الدوري، لان اللائحة بتاعت اتحاد الكورة بتقول كل مسابقة في ايقافات على حدة، اللي يتوقف في الدوري يبقى عقوبته في الدوري، اللي يتوقف في الكاس عقوبته في الكاس، اللي يتوقف في السوبر عقوبته في السوبر، اللي يتوقف في الرابطة عقوبته في الرابطة. حلو كده؟ طيب الا لو كانت 8 مباريات بقرارات انضباطية، 8 مباريات هو ما فوق وقف على الكل، لكن الغرامة جت كام؟ العقوبة جت ايه؟ 6 مباريات وتقليص الغرامة لنص 1,000,000 جنيه. اذا محمود كهربا بداية من الموسم المقبل غياب اول 6 مباريات عن المشاركة مع النادي الاهلي في بطولة الدوري العام. يبقى محمود كهربا النهاردة متواجد في تشكيلة الاهلي قدام المصري، هيقود هجوم الاهلي النهاردة قدام النادي المصري. ادي موضوع ايه؟ كهربا. القصة التانية من ضمن التظلمات، كانوا 4 تظلمات. التظلم التاني الاهلي كان مقدم تظلم على عقوبة كهربا، خلصنا من عقوبة كهربا. الاهلي كان مقدم تظلم على عقوبته هو، والزمالك كان مقدم تظلم على عقوبة رئيس النادي، كان 300,000 جنيه على رئيس نادي الزمالك غرامة و 200,000 جنيه على جمهور النادي الاهلي. قررت لجنة انضباط تقليص الغرامة المالية ل100,000 جنيه على الاثنين، يعني 100,000 جنيه على النادي الاهلي بجمهوره هتافات جمهوره و100,000 جنيه على نادي الزمالك بسبب تصرفات رئيس النادي. اذا انا بنفرد معاك اهو بالقرارات، ولم تناقش اللجنة امبارح موضوع حسين الشحات. قلت لكم امبارح الصبح حسين الشحات مش هتنظر فيه لو تتذكر. إذا عقوبة حسين الشحات مع الشيبي 2 مباراة في الدوري الموسم الجاي. خلاص بتاع علامة المسابقات قبل كده. عقوبة كهربا 6 ماتشات، نزلت من 12 مباراة ل6 ماتشات ونص 1,000,000 جنيه غرامة بدل 1,000,000. الأهلي كان عليه غرامة 200,000 جنيه بقت 100، الزمالك كان عليه غرامة 300,000 جنيه رئيسه بقت 100,000. وعدم التطرق لعقوبة حسين الشحات وأغلق هذا الباب. خلاص عرفنا كده الموضوع، اتقفل خلاص هذا الباب. امبارح بقى داخل قاعد معاهم شويه الكابتن جمال علام والناس، وكانت قاعده ايه لطيفه وسلم على اللجنه وبتاع، والاتحاد الكوره المفترض ان هيعلن خلال ساعات او دقائق. هو حر خلاص، انا قلت لكم الخبر وانفردنا بيه هنا عندنا في البرنامج. كمان كهربا عنده موضوع مهم في الاتحاد الدولي بعد شويه، اللي خاص بالعقوبه بتاعته مع نادي الزمالك. هو نادي قلفش البرتغالي 2,374,000 دولار العقوبة اللي عليه والنادي البرتغالي، وقلنا ان الكهرباء هيسدد وبعدين يحصل من النادي البرتغالي نص الغرامة. والنهاردة المحامي بتاعه لغاية امبارح بالليل بقول لكم برضو تفاصيل
المقربين جدا من كهربا واللي بيديروا معاه الملف، وهم اتنين، واحد بيقول لازم ندفع وواحد بيقول نماطل شوية. واحد بيقول لازم ندفع، وانا اعتقد ان الاقرب كهربا هيدفع، لان كهربا نفسه رأيه انه يدفع ويخلص وينجز، والاهلي حتى ادارته عايزة تنجز في الموضوع ده. التاني بيقول نماطل، والمماطلة دي هتاخد لها شهرين، هيتوقف شهر ولا شهرين كده كده مش هيلعب دوري. فتقال له طب ما في سوبر يا ابن افريقيا، ما في حاجات ممكن تتلعب يعني. فجأة افرض الوقف ده زاد، افرض الوقف ده جه على ميعاد السوبر الافريقي، افرض الوقف ده جه على ميعاد يعني اي ايفنت اللي الاهلي هيشارك فيه. قال لك انه حتى المنتخب عنده معسكر، عنده ماتش اثيوبيا يوم 8 لو تفتكروا، اخر تصفيات افريقيا، عنده ماتش ودي مع تونس يوم 12 او 13، فانت بتتكلم 9 اللي جاي 8 9. فده له راي كده، وده له راي، اعتقد الاقرب ان كهربا هيسدد الغب. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره، وده انفراد من محمد شبانه على لجنه التظلمات. كهربا خفف عقوبته الى 6 مباريات، والمليون جنيه بقى نص مليون جنيه، وده 12 مباراه بقوا 6 مباريات، و50 50 يا كهربا. اكن لجنه التظلمات شالت النص وكهربا شال النص. الغريب ان ما جابوش سيره موضوع حسين الشحات، لان موضوع حسين الشحات كان عامل قلق كبيرة خصوصا على الميديا والشيمي، والسفارة دخلت ومحامي الشيمي من المغرب اتدخل، وموضوع خد اكبر من حجمه. ورغم كده لجنة التظلمات عملت ان هي مفيش موضوع، هي خدت القرار بمباراتين، قلنا مباراتين قليلين جدا على الحدث. طيب اللي جاي انت هتعمل معاه ايه؟ هتذبحه ايا كان اهلي او زمالك، ولا هتبقى الموضوع ماشي مباراتين ثلاثة 6 مباريات؟ يعني اللي عايز ياخد شهر اجازة يطلع يشتي بأي حد من لعيبة كرة القدم. وده كان عقوبة لجنة التظلمات لمحمود عبد المنعم كهربا، 6 مباريات و 500,000 جنيه غرامة. طب قالك لو قالوا 8 مباريات يبقى كهربا يتوقف من جميع من جميع المسابقات، ولا بقى دوري ولا كاس ولا سوبر ولا افريقيا ولا اي حاجة. لو 6 مباريات يبقى دوري بس، وغالبا طالما هي اتخفضت هيبقى دوري بس. يعني هما 6 مباريات ده قرار نهائي، لان هما لو كانوا عايزين يخلوا ال 12 8 كانوا قالوا، لو كانوا عايزين يخلوا ال 12 10 كانوا قالوا، خصوصا ان هما طالما كده كده خفضوا في العقوبه. طيب عقوبه كهربا في الفيفا والاتحاد الدولي زي ما قال محمد شبانه بالظبط، هو كهربا عايز يبقى اخر. لو قالوا القرار الساعه 12 كهربا يدفع 12 الا دقيقه، مش الا 5 الا دقيقه. ليه بقى؟ هو خلاص، هو احنا بنلعب مع بعضينا حلو زي ما الوجه، بنلعب مع بعضينا، بنماطل بعضينا كده كده. الزمالك ماهوش فلوس، وفي حلقه على قهوه الخواجه محامي كهربا الاستاذ اشرف عبد العزيز مع احمد موسى طلع وقال هو ما اداش عقد من اي من نافع من اي حاجه، حيرنا وحيح، تحس ان هو ده اللي بيعمله. ما هو صيغه الاعلام هي صيغه حقيقتك، هو ده اللي بيعمله مع المحكمة. ان هو طيب، وهو قال لك في الاول انا في شهر 1 قلت له مستنوني في شهر 8، يعني حكم ان هي في شهر 8، يعني هو اجلا او عاجلا هتخلص، بس هو كل واحد بياخد حقه. طب ما كان كهربا ممكن يدفع الفلوس في شهر 1، طب ليه معايا وقت؟ الوقت ده اعرف اجيب فيه فلوس من اي حتة، اعرف ان انا مش البلد دي كده ما زدلكش فلوس بدري، لا انا اعمل لك اللي انت عايزه بس في الوقت اللي انا عايزه. وده كان عقوبة محمود عبد المنعم كهربا على